يا رجلي يا رجلي يعني اصابتك بسيطة يا مازن، امال انا اقول ايه بعيني الورمة دي؟ مش زي رجلي. بس ايه رأيكم يا اولاد في خطة الهروب؟ هروب هروب يا بابا، دول كانوا عاملين لنا كمين وعارفين خطتنا من الاول. بس سرعة البديهة خلتني اقفل النور بسرعة ونهرب. واول ما حضرتك قفلت النور كلنا بقينا نخبط في بعض وكنا هنضيع، ورجلي تعورت. يا عيني رجلي. المهم اننا في النهاية بقى قدرنا نهرب. ازاي عرفوا اننا هنحاول ننقذ سينو؟ دي عصابة خطيرة يا كنوز، اكيد عندهم عيون في كل حتة، وبعدين احنا بقالنا يومين بنراقبهم وبنقول للي ما يعرفش احنا هو. خلاص يا اولاد ما تزعلوش، هنعوضها في الخطة اللي جاية. تاني؟ لا.